انا عايزه اسالك بقى، لو انت كنت في الموقف ده كان ممكن تصرفك يبقى عامل ازاي؟ كنت عندك 6 سنين مش دلوقتي. وانا عمر 6 سنين هو كده. غالبا انا هتجمد، يعني انا الخوف بيجمدني بيوقفني مكاني، فانا يعني الكلب يتفضل، انا واخويا يتفضل احنا الاثنين. وبعدين موضوع تجربه ان عندي اخت بنت صغيره، يعني ما جربتهاش، ما عنديش اخوات بنات في الموضوع، مش عارف. انا في مره طبع. يعني افتكرت دلوقتي كان في مره كلب في الشارع وانا كنت طالعه البيت وماسكه علبه بيتزا عشايه، يعني مروحه بعشايه، بعدين لقيت الكلب عمال بيقرب 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 عليا، وانا بقى مش عارفه اعمل ايه، ولسه هياخد وقت لحد ما افتح باب العماره طبعا، يعني الموضوع مش، وماسكه البيتزا، فاللي هو اعمل ايه؟ فلقيته عمال يبص لي ويقرب ويبرق لي وانا بصاه كده، فاللي هو ما بقتش، فبصيت للبيتزا حسيت ان هو عنيف قوي، قمت سايبها وقمت طالعه كلها، سبت البيتزا والله. طب اديله مثلث يا نوره. انا في وقت اعمل ده كله؟ انا خلاص انا عايزه الهي في اي حاجه بعيده عني. بابا بقى بمناسبه التنمر، لقيت بابا بقى بعد ما طلع ونزل وحكيت له على اللي حصل، قال لي سايبه له البيتزا بالكاتشب، يعني معلش بقى اعمل ايه؟ لا.